تحريم الهجرة غير الشرعية، ونلاحظ بأن تكريمهم قبل 10 أيام لوحظ 2 مطلوبين في قضايا يرتدون مراسم الدولة، نتحدث عن الرتب، رتبة نقيب أو رتبة ملازم أول. نعم. لاحظنا البيج أيضا وهو ينتشق السلاح ويرتدي هذه البدل. إذا نظام مفيوزي يسيطر على الغرب الليبي تحت شعار حكومة الوفاق الوطني. طيب، مدى مسؤولية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله عن هذه الجرائم وإهدار النفط الليبي على الملأ؟ السيد مصطفى صنع الله حقيقة وكأن النفط هذا خاص به، وكأنه هو وريثه، وكأنه هو الذي يملكه، يحقد في اجتماعات في دولة مصر ولم يتحدث عنها للعلن، ثم يعقد في اجتماعات في الإمارات العربية، ثم يعقد اجتماعات في بريطانيا، وكأن النفط هو وريثه وهو ملكه وهو متورط في فيما يحصل. إذا عملية السنطرة بالنفط الليبي سوف يحاسب، ولا يعتقد بأن ليبيا سوف تبقى وتظل رهينة وذليلة وضعيفة أبد الدهر. بالتأكيد سوف تنهض، وبالتأكيد سوف تكون هناك أجهزة سيادية محترمة، أجهزة مخابراتية محترمة، وسوف يتم القبض عليهم حتى ولو كانوا في آخر الدنيا بإذن الله. طيب، رأينا في الأيام الماضية وزير الداخلية باش أغا وفي مؤتمر صحفي يهدد الفساد هناك في العاصمة طرابلس وسوف يضرب بيد من حديد. هل سنرى فعلا هذه اليد من حديد على المهربين خصوصا في مدينة زوارة؟ طبعا السيد فتحي باشاغا الآن كما يحلو للبعض هو الآن الصمعة على المحك. هو تحدث أمام الأفريكوم، تحدث أمام وزارة الخارجية الأمريكية، وتحدث عن أمام فيكتوريا كوت من مجلس الأمن القومي الأمريكي. نعم. وتحدث عن عمليات التفكيك أو عمليات الاحتواء أو عمليات العقاب للميليشيات. الآن سمعة فتحي باشاغا وكأنه رجل الغرب القوي في تحدي حقيقي وصريح أمام هذه الميليشيات. سوف يظهر لنا المستقبل، هل هي يد من حديد أم يد من الخشب؟ وهذه الإجابة سوف ننتظرها خلال الأيام القادمة بإذن الله. أشكرك المحلل السياسي والمهتم بقضايا الأمن القومي السيد فيصل بالرايقة، شكرا جزيلا لك.